جميل. في لقاء دورية بين مجموعة من الجيران وجاء سوالي وكذا، قال واحد من اللي جنبي، من جنبي في المجلس هذا، قال ميدي هذه الدورية لها أكثر من 20 سنة. ما شاء الله. وكان واحد من الجماعة ما يحضر معنا لضعفه المادي. فسبحان الله العظيم، قد يكون الأب هو اللي يؤثر في الأبناء في اللقاءات، فما بالك يكون الأبن الصغير هو اللي حث أبوه وإخوانه على اللقاء هذا. تقول كيف حصلت؟ هذا توجيه تربوي سبحان الله العظيم. يعني كيف ربى الابن هذا الولد؟ قال لأبوه ليش إنه ما نحضر مع جماعتنا هذا اللقاء؟ قال والله أنا أبوكم الضعف المادي، واللقاء كل شهر، وحقيقة أنه يصعب علي أني أجي معهم أنه وياكم، ولا أساهم معهم ولا أبذل معهم ولا كذا. هذا يمكن من حول 10 سنوات. قال الولد ما هي مشكلة إن شاء الله يا أبوي نحل المشكلة. في يوم جاء آخر الشهر قال أبوي، قال وش رأيك أن الموضوع الدورية مو بذا اللقاء الجاي؟ قلت راح علينا، احضر معهم ذا اللقاء وقلت راح علينا انك ما انت بحاضر وساكت. صح. قال وانا ابوك ما اقدر احضر، ما عندنا شيء. قال لا موجود، موجود. وين جبته منك؟ من عشره اللي اخذت منك ومن اخواني. هالحين ابشر. يقول سبحان الله العظيم الان 5 سنوات ما يتخلفون عن هذا اللقاء. فهذا موقف تربوي. ليش؟ لان بعض اللقاءات ينظم ويرتب لكن ما يحسون بالشخص اللي ما يحضر، وهو يعني جزء منهم أساسي، أم أخ ولا كذا. فأقول مثل هذه اللقاءات يحاول الإنسان أنه يكون تربوي، يزور الشخص اللي ما جاء، أو مثل ما فعل هذا الولد كان العجز المالي، سوى شيء بسيط، حركة بسيطة أدت إلى أن أبوه يرتاح ويساهم ويشارك معهم في هذا اللقاء. أيضا يقول الولد هذا، يقول سبحان الله العظيم أنا ملاحظ في أول يوم جينا وشاركنا فيه اللي دعمنا حضور المجموعة يا هلا وترحيب وكذا وكذا وكذا، بينما واحد من زملائي يقول انقطعنا عن الدورية أول ما شاركنا. هذول عيالك ما شفناهم من سنين، متى جو ذا العيال وشلون؟ فيبدأ ينغص فيهم. ولا ذا كم راتب ولدك؟ وين يشتغل فيه؟ فأقول حقيقة المواقف التربوية الآن أساسية، اللقاء العائلي والتجمع العائلي، فربما يكون فيه بذرة من هذا الشباب يحرص على ذلك. وهذا التوجيه هو توجيه نبوي صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا صار السلام موجود بين الأقارب وزيارات وكذا استمرت وازدادت المحبة، خاصة إذا كان ما فيها كلفة. هذه بدنا المواقف التربوية اللي والله أنا أشوف في بعض مجتمعنا وفي بعض الأقارب لهم بالسنوات ما يجتمعون، ولا إما لضعف إما إما إما. فأقول علاج مثل هذه الأمور بالتكاتف والتآلف. أحسنت. وحسن تدبير من هالولد. أحيانا توفق من عيالك له صغير لكن معطيها الله، يعني حسن تدبير، شف خذ من هنا 200 ومن هنا 30 ريال ومن هنا 50، ثم سبحان الله قوم، يعني رفع راس أبوه وخلاه يعزم ووقف معه وسانده. أحيانا الأبو ولا كبير السن لي لقى أحد من جماعته وعياله يشد به الظهر ويتعنز به قال تم، لكن لين دورهم لقى ذا مشغول وذا مو فيه وذا مو بقريب وذا يعتذر. أحيانا ميب كلها من قل فلوس، أحيانا تقول أنا برجال معي، مثل سالفة ذاك اللي قال أنا بروح، قال له تبي رجال ولا حبال؟ قال لا أنا بحبال عشان أتحزم أسحب أربط أشيل. قال أعز الله الحبال بالحالة ميب نافعك، قال لازم تنتبه برجال. خذ الرجال اللي معه وتعزم بهم، وقفوا عند بير أو شيء، قام يتلفت قال يلا وين الحبال؟ تقولون الرجال، الرجال إيش بيسوون؟ الرجاجيل شالوا شمغهم وربطوها مع بعض لين طلع حبل، وتقاووا وسحبوها وسنعوا أموره وقفوا
واستبشر. فالواحد أحيانا نلوم بعض الناس، وقد تكون قلة في المال، وأحيانا تكون عنده ناس اسمحوا لي بالعبارة ذي يكسرون مجاديفة. يا حرمة تقول مجلسنا صغير وله بزين والمجلس قديم ويلا صلح ويلا زين ويلا يلا ما تعينه، أو عيال نفس الشيء مو بمتمرجلين ولا صابين قهوة أبوهم ولا، فهي سبحان الله يعني هالأب ولا هالأم نفسها اللي بتنادي حريم الجيران أو الجماعة، احرصوا أنكم يعني تكونون سند لهم مثل ما تعبوا معكم وسهروا وقدموا، تراهم ما يبون إلا شيء بسيط. معليش أبو عايض، ذكرنا يوم قادة رحت من الجماعة، كانوا المناسبة عند الرجال في بيت والحريم عندها. حلو، هذه حقيقية والله يا إخواني. يقولون أنهم يوم جابوا الصحون بيدخلونه في بيت الحرمة للحريم، قالوا الباب ضويق ما دخلت الصحون، قالت رعيت بيتك الضوء. المهم لا يتفرقون الناس، وقضوا الباب ودخلوا الصحون، يوم تعشوا جابوا واحد وزينه من جديد. تسلم. بس هو أنا أقول البيوت يجب عليها أنها تدخر شيء، الادخار. يعني ما بلا جاك راتبك ما شاء الله كبكبت وكل سوق ضربت وشريت وغير، ادخر شيء للمواقف الصعبة. أنا أقول من أفضل التصرفات أنك تدخر شيء من راتبك، مثلا تأخذ لك 500 ريال وتعطيها عيالك، تقول لا حتى أنا لا تعطيني هلا عند الضرورة القصوى، ترى شهر مع شهر مع شهر تكون لك شوي رصيد. صح. اليوم الفلوس في معاك تروح، وبعدين ما شاء الله هالتصرفات ترى ما أدري كم في حساب، طق 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 طق. أول يومها دراهم تحس. 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 إيه. يوم تصرفات ما تدري. ما تحس ما تدري وش. فادخروا ادخروا شوي لكم. الفائدتكم والمنفعتكم للضروريات، ادخروا للضروريات بس سلامتك. مر علينا واحد من عند صراح معليش. ولا الناس ماسكين سرة قال ما شاء الله تعطيكم بلاش. أضحك وذا. لا ثم نسلمك الله موية الصحة والشولة تروح المحل اللي يبيعها بأربع ريال بخمسة ريال، وعلبة المشروب الغازي إذا شريتها من المطعم يحسبها لك بأربعة وبستة وبخمسة، اشترها يا مال غنات بالجملة. قهوة بخمسة عشر ريال بعشرين، حلا ما يجي لك برضية على 35 و40 مرة في الشهر ممكن، لكن دائم قهوتي ما قهوتي. أنا جلست بعبد الرحمن وليهونون على طار الموية إيه مع أحد يعني يمكن